الاعلام السته الرابعه وين البارحه القناص اشتغل علينا من الساعه بالاربعة للساعه بالثلاثة بالليل وينهم؟ يا منطقه احنا من منطقه الامين بس باب الشرجي اشتغل علينا. وين الاعلام؟ يجيني هنا بالايام الاعتياديه شوف يقل معاناتي. هو ما نقل معاناتي هسه بايام المتظاهرين. هسه الوضع شنو هسه اليوم؟ الوضع تعبان هسه الوضع هسه رمي قاص علينا رمي قاص علينا. وينهم؟ احنا هسه وين واقفين؟ ايش يصير هناك؟ سوري هناك كله رمى علينا. شو يا منطقة؟ هذا الرمي هاي هاي ساحة الحمزة بداية الأمينة بداية المدينة. رمى عشوائي هيك وداس رمى عشوائي يعني هسه مع العتاد هسه بس من رخصتكم شباب هسه احنا همي الطليان عندهم ما ذبحونا هالتذبيحة عمي. بس كم واحد وقع؟ احنا شعب نريد حقوقنا. وانا هسه كلها اربع خمسة هسه بتكذب البارحة يطلع لي الحلبوسي يقول له والله عود نغير اليوم عود يجتمعون بهم اجتمعوا ما كلف نفسه البرلمان ويقعد امام الشعب جايب له خمسة مقمعين قاعد بهم. الاعلام شنو الاعلام شغله؟ الاعلام ماكو. وين الاعلام؟ الاعلام السلطه الرابعه يسمون نفسهم وشاردين بس بايام الاتحاد.